عليكم. السلام عليكم. هل تسمعون صوتي؟ بسم الله. الحمد لله. يأتي الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الآن نسمع الصوت. فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أيها الأحباب، كيف حالكم جميعا؟ عساكم بخير وعافية. نواصل درسنا في سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في كتاب العربية بين يديك. الآن سندرس في جزئية أو مهارة مهمة من مهارات تعلم اللغات جميعا بدون استثناء، ومنها اللغة العربية، وهي مهارة الكلام. الحمد لله هني جنرين جنرين جنحات أو في جنرين مو دائما سيكون من تنس نقاري الإنسان. إذن درسنا اليوم عن الكلام في صفحة 17. صفحة كم؟ صفحة، خلي أكتب كاملا، أكتب كلمة كاملة يمسي بقل دبنا. صفحة كم؟ 17. أنا أقول هكذا، صفحة 17. نعم. التدريب الأول: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. تبادل الآن، أتبادل بين قلمين، أعطي هذا وأخذ هذا، هذا يسمى تبادل. تبادل بمعنى أعطي وأخذ، أعطي شيئا وأخذ شيئا آخر، هذا يسمى تبادل. مثلا أتبادل قلم أسود بالقلم أزرق، هذا بمعنى تبادل. تبادل معناها يبدو خنية وين دماء جنة قنوني كأو تبادل الحوار. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. التدريب الأول: تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. لما هاتي موش جنة قنوني كأسان تليف جنبوي دمت رون نعر بانية أدو نقنم أطيها. نعم، كما في المثال. إذن التدريب الأول يقول التدريب رقم واحد يقول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. كما في المثال في ماذا؟ حرف جر، لعلكم تذكرون كلمة في حرف جر. ما معنى حرف جر؟ أن الاسم الذي بعد هذا الحرف جر يكون مكسورا، يكون حركة تحت إي، حركة إي أو إن. نعم. الآن تدريبنا يقول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال.
فاطمة بكلمة مصرية مصرية ثم مصر. نعم هذه كلمات ثلاثة نجعل من هذه الكلمات ثلاثة حوارا فنقول المثال الطالب الأول ماذا يقول اسمي فاطمة نعم اسمي فاطمة أنا مصرية أنا مصرية أخيرا نعم فاطمة هنا مصرية ثم مصر نعم فالطالب الأول طالب رقم واحد يقول اسمي فاطمة أنا مصرية أنا من مصر ثم الطالب الثاني أهلا وسهلا نعم الكلمات ثلاثة فقط الكلمات ثلاثة فقط نأخذ هذه الكلمات فنجعلها حوار بين زميلنا في الفصل فنقول أنا اسمي فاطمة أنا مصرية أنا من مصر فزميلنا يقول أهلا وسهلا نعم تجيب يوم بين يوم بكاتي كان صندلية لو يوم سفتي مول قد جيتها اسمي يوم شمو فاطمة وفاطمة واتي برام لكوات إسرائيل نعم فاطمة مذكر أو مؤنث مؤنث فاطمة مؤنث فاطمة جي إسرائيل أنا مصرية أنا مصرية يوم تيجون جير إزي تاني بري ستراي ركوا يوم تي ستراي تيجون إزي أنا من مصر يوم مقبي بردي إزي الطالب الثاني مبتيع رواهيو لأكوان جدا يكوصان تنية رواهيو قد هاي بان أهلا وسهلا ما معنى أهلا وسهلا مرحبا بك أو مرحبا بكم إذن أهلا وسهلا معناه مرحبا نعم الآن فهمنا يعطينا كلمة ثلاثة فقط كأوكي يند بايدي يجوبي بايدي يوم بكر كي كاسم دنيا بايدي نعم الآن ننتقل إلى ثلاثة كلمات أخرى الصوت قليل جدا الصوت قليل جدا بسم الله الرحمن الرحيم لا لا الصوت عندي قوي أستاذنا سليمان الصوت عندي واضح سليمان يوم شبه وانا عمي ركان في كل هاي سليمان أشنا ما عندك ينفع سليمان سلام وكين تو ساكن لو بدي هاي سليمان كان تون هاي كان تون زي باك سوري كل يومين نعم جاكي نواصل يبقى تعطينا إذن كلمات ثلاثة نأخذ من هذه الكلمات نأخذ هذه الكلمات فنجعلها في الحوار نأخذ كلمات ثلاثة نجعلها في الحوار فنقول فاطمة اسمي فاطمة مصرية أنا مصرية نعم أنا مصرية ثم مصر أنا من مصر والطالب الآخر الطالب الثاني هذا الطالب الثاني هذا الطالب الأول
الطالب الثاني يقول أهلا وسهلا مرحبا بك. الآن نقول كلمات ثلاثة كلمات أخرى. نعم هل فهمنا؟ ثلاثة كلمات أخرى ما هي؟ محمود 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 مذكر أو مؤنث؟ رقم الهاتف صحيح محمود مذكر. إذن تركي تركي تركيا. نعم هذه كلمات ثلاثة، كيف نأخذ منها أو كيف نجعلها نجعل هذه الكلمات؟ عفوا في واحد يتصل. نعم نواصل. نعم الآن محمود تركي تركيا كيف نكتب؟ الطالب الأول فنقول الطالب الأول، هذا الطالب الأول، ثم الطالب الثاني. الطالب الأول يقول فاطمة، اسمي فاطمة. الآن محمود ماذا نقول؟ محمود اسمي اسمي ماذا؟ محمود محمود. ثم تركي مصري، أنا مصرية، أنا مصرية. إذن تركي أنا تركي أنا تركي يون. نعم ثم تركيا مصر فرق مصر يقول أنا من مصر. إذا تركي تركيا أنا من أنا من تركيا. نعم هذا الطالب الأول. الطالب الثاني ماذا يقول؟ أهلا أهلا و وسهلا. نعم هل فهمنا؟ نعم الآن أمسح هذه الكلمة. نستطيع أن نكتب كلمات أخرى. حتى هذا أيضا أمسح. نعم الكلمة الأخرى هي خديجة خديجة
خديجة. خديجة اسم للمذكر أو مؤنث؟ خديجة اسم للمؤنث. بوس مرة. خديجة سورية. سورية سورية. نعم هذه كلمة ثلاثة هي باي. فنأخذ هذه الكلمات ونجعلها في الحوار. نأخذ هذه الكلمات ثلاث ونجعلها في ماذا؟ في الحوار. فنقول الطالب الأول. نعم ماذا نقول؟ أنتظر منكم المشاركة. لا أكتب المشاركة في التعليق. نعم الطالب الأول ماذا نقول؟ مثل فاطمة مصرية مصر. الآن خديجة سورية سوريا. فنقول اسم ماذا؟ أنا أريد مشاركة منكم. أريد مشاركة منكم أيها الأحباب. أريد مشاركة. تفضل. نعم اسمي ماذا؟ خديجة. ثم سورية. أنا سورية. بقيت جملة أخرى لصالمة ليرجت. نعم شكرا. اسمي خديجة. نعم بقيت. الآن وصلنا إلى أنا سورية. أنا ماذا؟ أنا من سوريا. يوم جمو خديجة يوم تيس تريجون تيب سيري يوم موبي برتي سوريا سيري. عفوا صدق. الطالب الثاني سنتبيب الهاي باي. ماذا يقول الطالب الثاني؟ أهلا وسهلا. هذا أهلا أهلا وسهلا. نعم أهلا وسهلا. هل تكتبون معي؟ الذي عنده كتاب فليكتب في كتابه. لأنني أقول لكم أنني أقول لكم أنني أقول لكم أنني أقول لكم أنني أقول لكم dân a giờ an dân a giờ thành tinh trăm bản sau đó các bạn tập dân chú anh là mà hào thật cái lắm mình là mà hào rất mô hình mắt الأربع في تعليم في تعلم اللغات ليس العربية ليست عربية فقط بل لجميع اللغات جميع الجزيرة cứ sinh khăn bên đấy vì thịt lại sinh khăn của nông ca liên thế sáp lại sinh khăn một người dân biên thành bốn cứ ca như vậy này trong phần sân bờ điều mình gì thì không bệnh ai cần nhận đồ để bán chẳng ngờ tiền tiêu dùng hạt nè và năm tập thứ thì là kalima ukhra. Kalima ukhra aliyun abtukuna ali. علي اسم للمذكر. علي مذكر. علي باكستاني. باكستاني. باكستان. باكستان. ما معنى باكستاني؟ باكستاني الرجل جنسيته باكستان أو أنه من باكستان. باكستاني هو جنسية
باكستان وباكستان برتين باكستان. إذن ماذا تكتب؟ نعم شارك معنا. شارك معنا بتعليقكم الكريم. نعم ماذا نكتب؟ فنقول الطالب الأول. الطالب الأول. الطالب الأول ماذا يقول؟ اسمي. اسمي نعم اسمي. اسمي ماذا؟ اسمي من؟ اسمي علي. اسمي علي. ثم ماذا؟ باكستاني. أنا باكستاني. أنا باكستاني. الجملة الثالثة أنا من أين؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. أنا من باكستان. نعم. اليوم اسمو علي. اليوم جيجي باكستان. اليوم بوبي برتيت باكستان. الطالب الثاني ساتيبي بايكو ساندير واجي باتشلاي تاي أقوال جي تاي باي. أهلا و سهلا. نعم أهلا وسهلا. أين الطلاب؟ أيها الطلاب شاركوا معنا. أيها الأحباب أريدكم وأحتاج إلى مشاركتكم. نعم الآن الكلمة الأخيرة في التدريب الأول. أحمد. نعم الكلمة الأخيرة هي أحمد. أحمد مذكر أو مؤنث؟ أحمد مذكر. مصري. لا أنا أريد مصريا. كمبودي. نعم هذا ليس في الكتاب. كمبودي. كمبودي. نعم كمبودي. كمبودي. كيف نكتب الحوار؟ يكتسي كان صندلية يبيتر أدوك نوع في هاني. فنقول الطالب الأول اسمي ماذا؟ أحمد. أحمد. ثم أنا كمبودي. كمبودي. وكمبودي ماذا نقول؟ أنا من كمبودي. الطالب الثاني يقول ماذا يقول؟ أهلا أهلا وأهلا وسهلا. نعم انتهينا من التدريب الأول. نعم انتبه أنا أذكر أو أعيد مرة ثانية أن اسم همزة الاسم يسمى همزة الوصل.
أو نقول ألف همزة اسم لي همزة وصل ت سيبا لي منين نعم جواب تموينا أني رفا أني نعم إذا اسم لك سيبا ما جلام بطو في جين آن تا إي كرام كو همزة أمين أمين أني نبي كرام دي كنا سيئنا نبي كرام خو كنا أني نبي كرام خو هاي اسم اسم تو أمين دي أمين دي اسم تو بني اسمي نعم الآن ننتقل إلى التدريب الثاني بسبب ينتبه لو نلاحظ التدريب الأول ماذا يقصد به يقصد به التعريف عن النفس عن نفسي تعريف عن نفسي بسبب ينتبه لبحان تيموني ينعي سنكيب ثينها بمنام ثم نيكا جانبا نبان لبحان إكو جانب بمحان جن أو كان تجام أو كان تجام جام كنو كان نعي نوم لون أي نعي نوم لون أي جن يعني جي جن اسمي اسمي احمد انا كمبودي انا من كمبوديا ودي جن اجا ناي نوم كلو الان نرى ننظر في التدريب الثاني التدريب الثاني ماذا يقول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال هو التدريب نفس السؤال تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال لننظر ما هو مثال أخذ مدرس يعطينا كلمتان أيضا أخذ ما معنى أخذ شقيق أخذ معناه شقيق الرجل الذي ابن أمي أو ابن أمي نقول أخي هو ابن أمي أو ابن أبي نعم أو ابن والدي أخذ توجه كور ربا أمنايهم جمع كور توجه بام ربا أميهم مدرس يعطينا كلمة أخذ مدرس نأخذ من هاتين كلمتين حوارا نعم فنقول الطالب الأول هذا مثال أرى هذا مثال هذا لماذا هذا لأن أخ مذكر لماذا هذا لأن أخ مذكر هذا أخي هذا أخي ثم ماذا هو الله هو مدرس لماذا هو لأن أخي أخ مذكر لأن مدرس مذكر عفوا نعم الطالب الثاني أهلا وسهلا إذن هذا هو التدريب الثاني هذا هو ماذا التدريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال جوني اقلاح دو كا سان تنية جموي نمون رمتنا ربان دون يمنا وطيها جوتيها كعين بي أخن مدرس أخن مدرس يجو بي بي لي يوم بكا جكا سان تنية فنقول الطالب الأول بنا نتلاقو سان تنية تيمون بحيبان هذا أخي أخن توجي أخي ما معنى أخي خيام بارك أون بره ربا خيام مدرس هو مدرس قد توجي سسرجا قد توجي كروبورين الطالب الثاني أهلا وسهلا جاي آني جاي تا لبهم تبيني تو ناي نوم تناكي أوش تو ناي نوم برا تبي أوي داي كو سنتري ربا جيل سكوات لبهم تيموي تو ناي نوم كون أي جيل أوي
đại phu sản này là bằng những hay là thì Philip như này nó mẹ thì bảy mẹ xây bị đại phu sản này mà là bằng thì bảy làm bảy ở mẹ thì Phi đại chỉ đại phu sản này là bằng những quan quan nên thằng tôi là cái gì mà ốc chuẩn thì là cái gì mà là ốc chuẩn أختن طبيبة طبيبة أما أنا أختن نعم ابنة والدي ابنة والدي كون سري ربا فوق من عايز يعني أنا بام أول بام رجع أول سري طبيبة معناها طبيبة لأبروبي نعم إذن نأخذ كلمتين ونجعلها حوارا نقول أخ هذا نعم طيب هنا أخت أخت مذكر أو مؤنث نعم أخت مذكر أو مؤنث نعم أخت مؤنث لماذا أسأل حتى نكتب هذا أو هذه لا ننسى هذا وهذه هذا لماذا هذا للمذكر وهذه للمؤنث لا ننسى هذا نعم لا ننسى كومبلينا نعم هذا كبراس مرق هيبرو هذه كبراس مرق سري جلنا ما نجيب يوم نلتقي سورة بيني برو بيكاس سري دم بيجين عاد برا بيني أي بان trầm trở. Rồi xanh bây giờ mình đang học phần thứ sáu chữ ai chữ lắm ai khóc trong cả phần hà đã được gặp phần ali. Chẳng ước thân chỉ thấy sảy chỉ muốn ăn nè chẳng biết những phần hà đi hì hà hà đi đi. Nam ước thân à khôn à khi ước thân mà thế nào khôn ước ước đi ước đi نعم أخ أخي هذا هذه نعم طيب مدرس يقول هو مدرس طبيبة مذكر أو مؤنث مؤنث إذن نقول هو أو هي لأن هو للمذكر هي للمؤنث هو للمذكر وهي للمؤنث إذن نقول هي هذا أيضا مهم يعني خاص محمد هي كبرات مويلن اكس راي هي طبيب هي طبيب هي طبيب التون نعم هكذا هو الجواب نعم اخت طبيبة فنقول هذه اختي هي طبيبة نكوجي بون ركب اول سراي ربخيوم كوات كوجي نتروبي نعم كلمة اخرى صديق نعم هنا اكتب هنا صديق صديق ثم مهندس مهندس ما معنى صديق صديق معنى صاحب صاحب صديق أو زميل نعم أو رفيق في العربية معنى صديق كثير نقرأ في سنة صاحب رفيق شرانا جن صديق يبقى قرأتها مدفئ مهندس معنى مهندس الذي يبني البيوت يبني المسجد يبني المدارس يبني البناء مباني كثيرة يسمى مهندس يأتي سان سان أكيا سمنام سيجي كيف يجمو تهيكي في بسفة كور يبقو كلام نعم نعم إذن صديق مذكر أو مؤنث حتى نسأل لنعرف حتى نستخدم هذا أو هذه ثم لننظر مهندس مذكر أو مؤنث حتى نستخدم هو أو هي إذن هنا صديق مذكر إذن نقول الطالب الأول
طالب الأول هذا هذا صديقي صديق صديقي نعم مهندس هو لماذا هو مهندس مذكر هو مهندس مهندس ليش مكة أضافية مكة كفرة وتجي بسواق الطالب الثاني الطالب الثاني يقول أهلا أهلا و أهلا وسهلا نعم ننظر كلمة أخرى ما هي كلمة صديقة صديقة ما معنى صديقة تكسر أيها طالبة طالبة كن نعم إذا طالبة والصديقة مؤنث إذا نقول الطالب الأول ماذا نقول هذا أو هذه نعم هذا أو هذه نعم يلا اكتب شارك معنا لم أرى مشارك نعم صديقة فنقول هذا أو هذه نقول هذه هذه صديقة نقول صديق صديقتي صديقتي نعم ثم طالبة هي أو هو هي نعم ما شاء الله لا صديقتي هذه صديقتي بارك الله فيك هذه صديقة لا هذه صديقتي نعم كما أكتب هنا كما كتبت هنا ثم هي 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 طالبة هي طالبة نعم ثم الطالب الثاني يقول أهلا أهلا و وسهلا نعم أهلا وسهلا هذه صديقتي نعم الآن أمسح حتى أكتب كلمة أخيرة في التدريب الثاني أكتب هنا كلمة أخيرة هي أخ طالب أترك كتاب قليلا أخ أخ طالب نقول الطالب الأول هذا نكتب ثم الطالب الثاني نعم الآن أريد مشاركة نعم لأنها كلمة أخيرة في تدريبنا الثاني وفي درسنا اليوم أيضا نعم هو الجواب أو التدريب الأخير لهذا اليوم إن شاء الله إذا نقول هذا وهذه هذا 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 أخ نقول أخي هذا أخي ثم طالب نقول هو أو هي هو هو
هو طالب. نعم نفتي طارق أو برهر بخيم وتمتي سهرك لسهر. ثم الطالب الثاني يقول أهلا أهلا و وسهلا. أهلا وسهلا بمعنى مرحبا. ونستطيع أن نأتي بكلمات أخرى نريد أن نعرفه نعرفها أو نعرفه لصاحبنا أو للمتحدث معنا. Nhưng ai có việc xây xây rồi có sạch nhiệt rồi có mà nông xây tiết là dân trăng này nó quá ai ai đây cô sẵn thật điều bằng dân sạch. Có tiếng hợp dân trăng này nó mà cổ rồi bằng dân cổ thì về cái chúng ta đang nói cùng nhau ở ở bất thể được ở đây cô tham gia vào một squat và mà thế nào cùng mà thế nào cùng về العربية معلم معلم أو أستاذ أستاذ طيب نأخذ أستاذ فماذا نقول هذا هذا ماذا أستاذ أستاذ لي هذا أستاذ لي ثم نقول هو هو هلا كيف نقول هذا أستاذ لي خطأ 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 ليس مثل مثال أخطأت عفوا هذا عمي مثلا عم هنا عم أم ركا مية عم هو أستاذ هكذا صحيح هذا فنقول هذا 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 عم عمي هو أستاذ أستاذ نيتين نير كأمر بقيم قد نيتين سسرجة نعم إذا نريد أن نعرف عمنا للمتحدث معنا وصل ما يفهم لا يرغب بي فأم بيك أو أي كاي كوشن لا يرغب بيك قد قصوى لكن أي رو نفسي كبانة هل نستطيع أن نأتي بكلمة أخرى مثلا زوجة ممكن زوجة ما معنى زوجة زوجة ما معنى زوجة كارجية ربون ركا زوج إذا نأتي نأتي باثنين معنى ربون طيب يكا ما ينوى ربون ركا بطي ربون أو لايكو ركا بطيع ربون يسكوان شوفا لو نقول زوجة فماذا نقول برزمال يكا ما ينوى ربون ربون نقول هذا وهذه هذه 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 زوجة زوجتي ثم نقول هي هي قد شيء هي قد شيء ربما يقول قد شيء قد شيء شيء ترو نعم ترو بي شيء نعم ترو بمرين شيء بسفاقا شيء سه نسه يعني هذا شيء نعم ترو بي هي طبيبة هي طبيبة ثم الطالب الثاني يقول أهلا هذا الطالب الأول هذا
الطالب الثاني. الطالب الثاني يقول أهلا و سهلا. إذا أريد أن أقول زوج، هذا زوجي هو معلم، هو طبيب مثلا. ثم الطالب الثاني يقول أهلا وسهلا. والحمد لله أيها الأحباب الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا في هذا اليوم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، وأرجو أن تقرأوا وتستمعوا إلى الحوار، أو تحاولوا أن تكتبوا التدريبات التي درسناها حتى تعودوا أنفسكم على الكتابة. إلى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم يوم السبت والأحد بإذن الله تعالى. والآن نختم المجلس بدعاء كفارة المجلس، فنقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.